الواحد الأحد يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الذي يطمئن القلوب غير الله؟ إذا ذكرته طمن قلبك. من الذي يشرح الصدور إلا الله؟ إذا ذكرته شرح صدرك. فالله الله ادخلوا هذه التغريدات والكلمات بيوتكم ومساجدكم وعلموها أسركم. هل منكم من قام على أسرتي علمهم الأذكار؟ هل وأنا أعرف الأخيار من أمثالكم يفعل ذلك، لكن ذكرى لمن كان له قلب.